هبدأ مع الأساتذة بالتأكيد بالأولمبياد، هو يعني هنبدأ بالأولمبياد فهنبدأ بكرة القدم. رأيك إيه فيما قدمه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم حتى هذه اللحظة في الأولمبياد؟ والله بشكل عام المردود طيب. بالذات المباراة الأخيرة اللي هي أزالت أثر أول مبارتين بشكل خاص، بالذات المباراة الأولى. أنا بس ملاحظ، اتفضل، وهحاول إن أنا يعني أوجز في كلامي، اتفضل يا فندم. ملاحظ ان في يعني مبالغه كبيره جدا في حكايه الفوز على اسبانيا. احنا وهذا ليس تقليلا، ولا احب يعني حد يزايد عليا، ولا احب ان انا اقلل من هذا الانتصار. هو انتصار جميل جدا وجيد، وهو الانتصار الاول من نوعه اولمبيا للكره المصريه على اسبانيا، مره في الدورات الاولمبيه اسبانيا غلبتنا ومره تعادلنا معها. صحيح. فانجاز جيد، لكننا الحقيقه كنا بنلعب مع احتياطي منتخب اسبانيا. في 10 مدرب سانتي ديني او دينيه مدرب المنتخب الاسباني اعترف باخطائه، صحيح ما فصلش في اعترافه كل الاخطاء التي حدثت، لكنه اعترف بانه هو الذي يتحمل المسؤوليه. هسيب حضرتك تسترسل بس اقول حاجه لزملائي، جهزوا لي يا شباب الارقام اللي عرضناها امبارح بتاعه لاعبي المنتخب الاسباني عشان استاذ عز كمان يشوفها معايا. اتفضل استاذ عز. لاعبي يعني الحاجة الأساسية إنه الراجل لعب حوالي 9 لعيبة ما لعبوش أول مبارتين، فيهم 3 أو 4 بيلعبوا أول مرة رسميا مع المنتخب الأسباني. طبعا ده يعمل هز. هو كان قال في تصريحاته قبل المباراة إن أنا خلاص ضمنت التأهل وبلعب لتأكيد صدارة المركز الأول. هو استهتر بمصر، لم يحترم منتخب مصر بما فيه الكفاية ودفع الثمن. صحيح. لقى نفسه في ورطة، حاول دخل شوية من الأساسيين لكنهم ما سدوش، كان خلاص منتخب مصر دخل الجيم ودخل البطولة أصلا، لأن منتخب مصر في المباراة الأولى ما كانش جيد. صحيح. في المباراة الثانية تحسن رغم أن الهدف جه بشكل عشوائي، ونقدرش نقول عليه هدف ملعوب، يعني ده المدافع كرة صدمت في نبيل كوكا، أحمد نبيل كوكا، ودخلت الهدف، لكن كانت الروح حلوة والأتيتيود متميز عند اللعيبة وعندهم يعني إرادة الفوز وظهر زرع. لكن التفاهم والانسجام واللعب بشكل متماسك. لو تسمح، امبارح أنا عرضت الأرقام دي عشان رأي حضرتك ده الرأي المحترم جدا. التشكيلة اللي لعبتنا امبارح هي تشكيلة من لاعبي الدوري الأسباني الممتاز، شاركوا اقل واحد فيه شارك 34 مباراه في الدوري الاسباني الممتاز السنه اللي فاتت لليجا. احنا عندنا اللعيبه بتاعت منتخب مصر نصهم ما بيشاركوش اصلا، اكتر من نصهم كمان ما بيشاركوش مع فرقهم في الدوري المصري. اللي لعبونا امبارح عشان فكره انه لعبوا بتشكيله احتياطيه، دي تشكيله من الدوري الاسباني الممتاز ليجا. انا بتكلم لا اقصد ان انا اقلل اولا من الفوز، لكن ان هم بيلعبوا في الدوري الاسباني طبعا. فضل. معظمهم مع انديه ليست في انديه القمه، مش لازم ريال مدريد وبرشلونه يعني، بس يعني مش لازم ريال مدريد وبرشلونه، وان كان في لعيبه بتلعب في 2 لعيبه. تمام. لكن برضو ان هم لعبوا في الدوري الاسباني لا يعني ان هم لعيبه يعتمد عليهم في المنتخب الاولمبي الاسباني. تمام.